السلام عليكم، معكم حنان من قسم المبيعات. اليوم بتكلم لكم عن حلول التخزين في السوفات اللي عندنا. عندنا سوفة ليد هولت اللي تتميز بمساحة تخزين مخفية. هذه الخاصية مثالية حق تخزين المخاض واللحاف أو أي شيء ثاني نحتاجه. إيش الحلو فيها؟ أن نقدر نفتحها بسهولة وخفة. إن شاء الله استفدتوا من الفيديو. حياكم الله، مع السلامة.